السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين الأعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ربكم بخير وبصحة أنا وسعادة كده. في البداية يا جماعة، أنا بشكر كل أخت وكل أخ بيدعموني في التعليقات وبيدعموني بزرار اللايك وبيدعموني في القناة، وبتأسف جدا على إن أنا ما بردش على كل التعليقات. بس وعد يا جماعة، الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبل اللي فات والفيديو ده والفيديوهات اللي جاية كمان بإذن الله هرد على كل التعليقات، لأن الناس المتابعين اللي عندي هم دول يعتبر أصحاب القناة. أنا شايف إن الناس المتابعين دول أهم ناس عندي، لأنه يعتبر هم زي ما قلت لكم يا جماعة، أنتم يعتبر أصحاب القناة مش أنا. فعشان كده بقى يا جماعة، وعشان الدعم بتاعكم كده، جبت لكم فايدة قوية جدا 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 ومجربة، ويمكن من أعظم الفوائد والأسرار اللي بنستخدمها في قضاء الحاجات المستحيلة وجلب الأرزاق لكل شخص يريد المال، يريد الحظ، يريد الهيبة. وأيضا هذا الذكر اللي هنقوله كمان النهاردة يا جماعة، وهذه الفائدة المباركة بتفيدك في تعجيل الزواج. فبالتالي أي فتاة تعاني في تأخر الزواج، بإذن الله تستخدم الفائدة دي أيضا، هتلاقي الفرق بعدها مباشرة يا جماعة. وأيضا كمان من مميزات الفائدة دي، إن لو اللي بيعملها زي ما أنا هقوله، ربنا بيبقى حاسبه وربنا بيبقى كفيله. وكمان من ثمرات هذه الفائدة، ان اللي بيعملها يا جماعة الله بيكتب له الهيبة والقبول وبيكون حاسبه. يعني ايه حاسبه؟ يعني بيكون معينه في كل امر بيدخله. فبالتالي الشخص اللي يعمل الفائدة دي، لو رايح يعمل حاجة معينة او نفسه يوصل لشيء معين، الله تعالى سيسبب له الاسباب وسيذلل له الصعاب وهيوصله للحاجة دي. وانا عايز اقول لكم يا جماعة، ان باذن الله الفايدة دي من الفوائد التي ستجعل من يفعلها عبدا ربانيا باذن الله. عبدا ربانيا دي يعني لو حد ظلمك، وايضا الفايدة دي بتنفع في الظلم، يعني لو وقع عليك ظلم من حد معين او في حد ظلمك، اعمل الفايدة دي. ايضا من اكثر الفوائد اللي بتفيدها هذه الفائدة، هي ان انت تنتقم ممن ظلمك، وهتلاقي باذن الله مفيش عدو ليك، سواء مشكلة، لان المشكلة بتبقى يعتبر عدو، الازمة والشدة والقرب بيبقى بيعتبر عدو، الاعداء اللي بيحقدوا عليك واللي اذوك برضو اعداء. فمن فوائد برضو هذه الفائدة اللي هنعملها النهاردة، ان هي بتخليك تنتصر على كل الاعداء اللي بيواجهوك. وعشان ما اطولش عليكم فيديو يا جماعة، هبدأ على طول في ذكر الفائدة تفصيلا وتعملوها ازاي. بس قبل ما ابدأ في ذكر الفائدة، يا ريت لو انت جديد معايا في القناة تشرفني وتشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما اطولش عليكم، هنبدأ على طول يا جماعة في ذكر الذكر يا جماعة اللي هنستخدمه النهاردة، وهو كما مذكورة في الفيديو، هو حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، مش حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل كويسة، بس دي بذكر الجمع، لكن انا بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله حسبي. انت بتعمل الفائدة دي لنفسك انت. طبعا يا جماعة، هذه الفائدة بتتعمل في 3 ايام، يوم اول، يوم تاني، يوم تالت. طب ابدأ يا عبد الله من يوم ايه؟ عندك اي يوم من ايام الاسبوع ممكن تبدأ عادي، يعني عندك يوم الجمعة، يوم السبت، يوم كده. بس الشرط الاساسي ان انت لازم الثلاث ايام تعمل فيهم الفايدة متتابعين. لازم الثلاث ايام اللي هتعمل فيهم الفايدة يبقوا ايه يا جماعة؟ يبقوا متتابعين. طيب انا جيت يا عبد الله وعايز اعمل الفايدة، وهبدأ خلاص في اليوم الاول مثلا، هبدأ بكرة، اعمل ايه بالظبط؟ هتيجوا يا جماعة في اليوم الاول بعد صلاة العشاء مباشرة، بعد ما تصلي صلاة العشاء. طب هل يا عبد الله بعد صلاة العشاء على طول؟ لا يا جماعة، ممكن بعد صلاة العشاء مثلا بساعة، بساعتين، فاهمني؟ يعني في الليل، اللي هي من فترة بعد العشاء الى قبل الفجر بقليل، دي الفترة دي ممكن تعمل فيهم في اي وقت، في اي وقت يعني. بس لازم وانت بتعمل الفايدة تبقى قاعد في غرفة لوحدك، وما تيجي تقرأ الحاجات اللي اقولها لك تقرأها بصوت مسموع، لازم صوتك يبقى مسموع لنفسك. هتيجي وهتقعد متوجها للقبلة في اليوم الاول، وخلي بالكم برضو يا جماعة، اللي هتعمله في اليوم الاول هو اللي هتعمله في اليوم التاني، هو اللي هتعمله في اليوم التالت، يعني اليوم الاول زي اليوم التاني زي اليوم التالت. هتيجي وهتقعد متوجها للقبلة، وهتبدأ وهتقرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح كاملة. تقرأ هذه السورة 19 مرة يا جماعة، اللي هي سورة النصر. تقرأ سورة النصر 19 مرة. يعني حاجة يا جماعة، بعد ما تقولوا إذا جاء نصر الله والفتح، بعد ما تقرأ هذه السورة 19 مرة، هتقولوا حسبي الله ونعم الوكيل 211 مرة بالعدد يا جماعة، 211 مرة. بعد ما تقولوا حسبي الله ونعم الوكيل 211 مرة بالعدد، هتقولوا يا قوي يا قوي 111 مرة، 111 مرة. دي تالت حاجة. شفتوا يا جماعة الحاجات اللي انتوا طبقتوها في اليوم الاول؟ هي نفس الحاجات اللي هتطبقوها في اليوم الثاني بعد صلاة العشاء، برضو هي نفس الحاجات اللي هتطبقوها في اليوم الثالث. وطبعا كل تفاصيل الفايدة مذكورة في صندوق الوصف. بإذن الله وبحوله وقوته، لن تمر الثلاثة أيام إلا وسيجبر الله خاطرك
وسيوصلك لما تنويه في ذهنك. فإن فعلت هذه الفائدة وأنت في نيتك إن أنت تصل لحاجة معينة أو أمنية معينة، هتلاقي الله تعالى ذلل لك الصعاب. وإذا فعلت هذه الفائدة بنية إن أنت تنتصر على عدو معين أو تنتصر على مشكلة معينة، هتلاقي الله تعالى نصرك على هذه المشكلة. ولو أنت فتاة وفعلت هذه الفائدة بحيث إن ربنا يرزقك بالزوج الصالح الكويس المحترم، أيضا هتلاقي الله تعالى يسر لك الصعاب وسبب لك الأسباب ورزقك بالزوج الصالح بعدها بإذن الله. وطبعا كل شيء يا جماعة بأمر الله أولا وآخرا، إحنا بنجتهد في الدعاء وكل شيء أولا وآخرا بأمر الله. ففعلوا الفايدة دي يا جماعة، وأنا واثق 100% إن أنتوا هتذهلوا لدرجة البكاء من أثر هذه الفائدة على حياتكم. وطبعا كل تفاصيل الفائدة بتكون مذكورة في صندوق الوصف. وربنا يا رب يوفقكم ويوصلكم لكل أحلامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.